برحب بيكم من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا مع نجوم كره السله بالنادي الاهلي. ومعي بقى في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي، طبعا كابتن عمرو الجندي. دايما ببارك لك على الفوز بالبطوله، عملتوا حقيقه بطوله كبيره جدا، فعايزك تكلمني على كل الامور المتعلقه بالبطوله. اول حاجه الله يبارك فيك، الحمد لله البطوله كانت صعبه جدا، يمكن ابتديناها باداء مش كويس قوي، كان عندنا اصابات واجهاد بعد الانتدابات كاس العالم انديه وبطوله العربيه والسوبر، خسرنا ماتشين وخدنا الطريق الصعب، بس الحمد لله كنا قدها ورجاله وقدرنا الحمد لله نتوج بالبطوله، والحمد لله بنشكر جمهور الاهلي يعني ان هو كان داعم لينا الفتره اللي فاتت. يعني احنا كمان شايفين روح كبيره جدا بين كل لاعبي فريق النادي الاهلي، فاكيد عايزين حضرتك تكلمنا على النقطه دي لانها اكيد نقطه مهمه جدا. طبعا احنا مع بعض بقالنا فتره، الكيمستري بينا بتزيد، احنا يعني ما كناش هنكسب كل اللي احنا كسبناه ده لو مش بنحب بعض وبنشجع بعض والروح بينا كويسه، دي هتبقى حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا. احنا ما يعني ما فيش حد بيفكر في نفسه، كل واحد اهم حاجه الفريق، ودي يمكن اكتر حاجه بتميزنا الفتره اللي فاتت. لسه متبقي اكيد بطولات مهمه، ثلاث بطولات مهمه في السيزون، جماهير النادي الاهلي دايما اكيد بتطالبكم ببطولات جديده، فايه استعداداتكم للفتره القادمه؟ طبعا احنا دلوقتي الدوري هيقف شهر عشان المنتخب عنده بطوله عربيه، احنا لسه جعانين ولسه ما شبعناش ولسه عايزين نفرض سيطرتنا وهيمنتنا المحليه ان احنا نكسب الدوري والكاس للسنه الثالثه على التوالي، وان شاء الله يعني نوعي الجمهور ان احنا مش يعني هنموت نفسنا وهنعمل كل اللي نقدر عليه ان احنا نبسطهم اكتر وان احنا ان شاء الله نجمع كمان الدوري وكاس افريقيا السنه دي كمان ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن، الف مبروك مره ثانيه. وفريده كانت عايز تقول لحضرتك حاجه اكيد. الاهلي كسب الحمد لله بطوله صعبه. الاهلي كسب بطوله صعبه. تحبي تقولي ايه لبابي طيب؟ ايه؟ مبروك؟ قولي مبروك. بكل جدا يا فريده، بشكر حضرتك جدا يا كابتن، الف مبروك مره ثانيه. يعني ده طبعا كان لقائي مع نجم النادي الاهلي كابتن عمرو الجندي، والان عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.